بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الجزئية دي هي الجزئية اللي هنحل فيها تمارين الوحدة الخامسة من اليونت 5. هنحل جزئية الفريزال فيرب. يعني إيه أصلا فريزال فيربس دي؟ تعالى أما أحكي لك القصة كده في كلمتين ورد غطاهم. عايزك تاخد بال سيادتك من الآتي: كلمة فريزال فيرب دي معناها إنك أنت عندك فيرب وبعده بريبوتيشن واحد او اتنين مش تفرق معاك، او ادفرب واحد او اتنين مش هيفرق معاك برضو. اللي هيفرق معاك ان هو يكون فعل واحد ومعاه حرف جر او اتنين، ظرف او اتنين، حرف جر وظرف. المهم ان انت معاك فعل واحد ومعاك حاجة من دول. في الحالة دي انت قدامك اختيار من اتنين: ممكن تضيف الحرف الجر او الظرف مع الفعل والمعنى لا يتغير، ممكن تضيف حرف الجر او الظرف مع الفعل والمعنى يتغير. بص يا باشا، لو انت ضفت فيرب وبربوزيشن وادفيرب او ايا كانت التشكيله، بس المهم فيرب واحد والمعنى ما اتغيرش، فده مش فريزال فيرب. طب لو المعنى اتغير فده بنسميه فريزال فيرب، يبقى كده صح. اضربني مثال. انت مثلا على سبيل المثال كلمه زي كلمه لوك لوحدها كده يعني ينظر. طب لوك ات يعني ينظر الى، المعنى هنا لم يتغير، فده ما بنقولش عليه ده ليس phrasal verb، ده مش phrasal verb. طيب مثال تاني غير كده، لما اقول برضو من look اللي معناها ينظر ونجيب بعدها after لوحدها كده معناها بعدها، طب look after على بعضها معناها يعتني بي، دي اصبح معناها يعتني بي، المعنى تغير. بما ان المعنى تغير فده اسمه phrasal verb زي الفل وجميل. طيب في نوعين من phrasal verb الراجل جايبهم لك في الوحدة. الاولاني اسمه transitive phrasal verb، phrasal verb. ده اللي بنسميه الفعل الاصطلاحي المتعدي، ده بيحتاج الى مفعول، المفعول اللي اسمه object. حلو. طيب على سبيل المثال لما نيجي في جملة مثلا نقول مثلا she carried out، يعني هي نفذت ايه يا ترى؟ لازم تقول نفذت ايه. فهتيجي مثلا تقول an operation، يعني هي نفذت عملية جراحية. طيب هنا بقى الفكرة بتاعت الجملة دي ان carry out ده عبارة عن فعل وبعديه ظرف، وهما الاثنين مع بعضهم معناها متغير، اصبح معناها ينفذ مش معناها يحمل زي ما اصل كلمه كاري لوحدها يعني يحمل. لما ضفنا اوت الفضل المعنى يحمل، لا المعنى اتغير بقت ينفذ. اذا ده اسمه فريزال فيرب، فده فريزال فيرب. طب نوعه ايه يا باشا؟ ترانسيتيف ولا ان ترانسيتيف؟ والله لو هو محتاج مفعول فده اسمه ترانسيتيف، يبقى ده فعلا ترانسيتيف. طيب جمله برضو زي جمله على سبيل المثال لما نيجي في جمله نقول لك مثلا شي مثلا ذا بلين الطيارة، توك يعني أخذ، طب توك أوف يعني أقلعت. إذا حضرتك قدامك فعل وحرف جر، إذا ده بنسميه فريزال فيرب. طب أنت سميته فريزال فيرب عشان هو فعل وحرف جر؟ لا، عشان في شرطين اتنين تحققوا. الشرط الأولاني إن أنا مع الفعل في حرف جر أو ظرف، الشرط التاني المعنى تغير. فلما نيجي هنا بقى في ذا بلين توك أوف الطيارة أقلعت، والله أقلعت ده فعل اصطلاحي أو بنسميه أفعال اصطلاحية زي ما قلت لك. طيب هل ده ترانستيف ولا ان ترانستيف؟ هو محتاج مفعول؟ لا مش محتاج بعده مفعول، اذا ده بنسميه ان ترانستيف. يبقى انت كده الموضوع باختصار شديد عندك فعل وبعد الفعل في حرف جر او اتنين، في ظرف او اتنين، بتشوف والله لو المعنى تغير يبقى ده فريزل، طب المعنى ما تغيرش يبقى ده مش فريزل فيرب. طيب لو انت عايز مفعول يبقى ده ترانستيف، من غير مفعول يبقى ان ترانستيف. كلام جميل كده وسهل ولطيف والموضوع مش محتاج. طيب الفكرة اللي بعد كده وعايزك تركز فيها، بس عايزك تحفظ الكلام او عايزك تحفظ حروف الجر، ما تأمنش للكلام اللي هقولك عليه ده. احيانا يا شباب احنا بنجيب المفعول بين الفعل وبين حرف الجر. على سبيل المثال عايز اقولك مثلا ابحث عن سيارتي، يبقى I look for my car. حلو، انت كده الجملة دي سليمة عشان look for يبحث عن، my car سيارتي. هل ينفع نقول look my car فور؟ قال لك غلط. ليه يا سيدي؟ ودي قاعده ما نعممهاش، لازم نحفظ زي ما بقول لك، ما تديش الامان. قال لك لو المفعول اسم، يعني معنى كده في الغالب 99% بس مش 100% هنجيب الفريزال فيرب على بعضه وبعدين نجيب المفعول في الاخر، عشان كده بنقول لوك فور اللي هو الفريزال فيرب وبعدين ماي كار. طب ما ينفعش نجيب الفريزال فيرب ده نجيب الفعل وبعدين المفعول وحرف الجر، كده غلط. ده رقم واحد. لحظة، رقم اتنين بقول لك لو الفريزال فيرب ده في مثال زي مثلا I turned the
ذي اوف، انا طفيت التلفزيون. ممكن اقول لك تيرند اوف ذا تي في، يعني انا طفيت برضو التلفزيون. لاحظ ان الفريزل فيرب هنا قسمناه نصين، جبنا الفعل وبعدين المفعول وبعدين حرف الجر، وينفع نجيب الفريزل فيرب على بعضه ونجيب المفعول. اذا انت هنتبه انك لازم تحفظ. طيب لو انت مشيت على قاعده ان لو الفريزل فيرب جايب بعده مفعول عباره عن ضمير فنجيب المفعول ومعرفش نعمل ايه، انت كده بتهبد يا باشا وهتلخبط. الحل انك تحفظ الكلام اللي في الكتاب بدقه، يعني ما تأمنش ان القاعده اللي بتقول لك ان لو كان المفعول اسم فبنحطه بعد الفعل الصلاحي، لا ما هو ده غلط. ما احنا ممكن نقول برضو اقول لك اي تيرند ذا ساوند اب او اي تيرند اب ذا ساوند. فالحته دي مش عايز اشرحها عشان ما لخبطكش من الاخر، بس عايز اقول لك رساله، احفظ الفريزال فيربس زي ما هم موجودين في الكتاب واعرفهم، من كتر التكرار هتلاقي الدنيا ماشيه معاك اخر جمال. طيب تعالى بقى نبدا بسم الله كده نحل في اول سؤال معانا. تعالى نمسك واحد واحد كده ونفصص فيهم على مهلنا وما نستعجلش. أول سؤال معانا، الراجل بيقول لك I usually turn not my computer when I leave the office، لما أغادر الغرفة أنا بطفي التلفزيون، يبقى turn off. طب if you neglect، لو أنت تجاهلت your work عملك، it will be difficult to catch up. catch up يعني تلحق تساير الناس. طب ليه مش catch up with؟ عشان catch up with يا مستر عايزين بعدها هنا مفعول وأنا ما عنديش مفعول. الجملة اللي بعدها Please turn the sound A، من فضلك اعمل ايه في الصوت؟ I can't hear you clearly، يا عم انا مش سامعك كويس، اعمل ايه في الصوت؟ بص لو انت قلت لي turn over يعني يقلب، turn on يعني يشغل، turn off يعني طفي، و turn up يعني يعلي، فانا بقول لك علي صوتك شويه، انا مش سامعك، يبقى turn the sound up. I can't hear you clearly، انا مش سامعك بوضوح فعلي صوتك. طب الجمله اللي بعدها Don't give A your dreams، لا تتخلى عن احلامك، يتخلى عن اسمها give up، يبقى انت معاك up. I didn't go out since I had to spend the weekend catching the lessons. خد بالك catch up with و catch up، حلو. catch up لو بدون مفعول، catch up with لو في معاك مفعول، وانا معايا مفعول هنا يبقى catch up with. We should find ways of staying in A with each other. in touch with يعني معناها يبقى على اتصال ب. الجملة بيقول لك لابد ان نجد حلولا او طرقا لكي نبقى على اتصال بالاخرين. I asked my sister to look، انا طلبت من اختي to look A ذا بيبي، انها تهتم بالطفل من المعنى، يبقى لوك افتر ذا بيبي. حروف الجر يا شباب هي الحاجه الوحيده في الانجليزي اللي قلت لك انها بتفهم بضحك عليك، لازم تحفظها. هو هاز تيكن يور موبايل، مين خد موبايلك؟ اي هافنت نوت يت، انا لسه لم اجد. انت عارف كاتش اب يعني يلحق وكاتش اب وز يعني يلحق، ما لهمش دعوه بالموضوع. باقي معاك فايند اوت اللي بتيجي بدون مفعول، او فايند اوت اباوت اللي بعدها مفعول. طيب انا هنا مفيش بعدها مفعول، يبقى فايند اوت اللي رقم سي، انا لم اجد بعد. طيب اللي بعدها بيقول لك مين خد موبايلك، فانت بتقول اي هافنت فاوند ات، في مفعول، يبقى فاوند اوت اباوت لم اكتشف بشانه بعد. طيب بعد كده رقم 10 تكنيكال تيم، الفريق الفني از جوينج تو لوك اي اذر وايز اوف شيرنج دوكيومنتس، سوف يبحث عن، يستقصي، ينقب عن، يبقى لوك انتو. We have not all the roses، احنا عملنا ايه في الورود اللي في الحديقة وما عادش فيه ولا واحدة، يبقى we have used up. used up يعني احنا استنفذنا. طيب على فكرة كان ممكن هنا احط برضو run out of، يعني خلصنا برضو. to stay a means not to go to bed at the normal time، انك ما تروحش تنام في الوقت المحدد بتاعك، يبقى to stay up. stay up هنا معناها يسهر. I typed and sent the email and soon logged ايه، انا كتبت الايميل وبعته وبعدين رحت طافي الحساب بتاعي او خرجت من الحساب، سجلت خروج، يبقى اسمها log off. my car broke ايه، العربيه بتاعتي broke down يعني تعطلت. خد بالك مع broke في فعلين، في يعني two phrasal verbs مهمين جدا، في break down اللي معناها يتعطل، وفي break into اللي معناها يقتحم، هما الاثنين بيتكرروا كتير. you are right to not a longer break، انك انت عندك حق انك تعمل ايه في فتره راحه طويله بين ساعات العمل. باي باك يعني يدفع فلوس، يعني يدفع يسدد الديون. بلاج ان يشيل الفيشه، جيف ان يعني ما هيستسلم او يرضخ او يرضى بالامر الواقع يعني، واسك فور يعني يطلب. فانت بتقول له انت على صواب انك انت تطلب راحه بين ساعات العمل. بليز تيرن اي ذا تي في وايل اي ام اون ذا فون، بعد اذنك لما اكون بتكلم في التليفون طفي التلفزيون، يبقى تيرن اوف. المفروض مفيش اوف في الاختيارات، يبقى هنوطي التلفزيون ونسيبه شغال، يبقى تيرن داون. ولو في اوف كنا فكرنا فيها. دونت جيت نيرفس، ما تتوترش يا ابني كده، كام داون. كام داون يعني اهدأ، هدي اعصابك كده، الدنيا جميله. اي سيت اي ماي تريب، انا انطلقت في رحلتي حول
العالم في اراوند 7، حوالي الساعة 7، يبقى set off. set off معناها to start my journey. you don't have to turn your tablet on. مش لازم تشغل التابلت على فكرة، لو انت مش محتاجه سيبه مطفي، يبقى leave it off. I had to not the power cable. انا كان لازم اعمل ايه في الكابل بتاع الكهرباء عشان اشحن البطارية؟ يبقى اوصل كابل الكهرباء، يبقى plug in. الجملة اللي بعدها بقول لك I had to not، انا كان لازم اعمل ايه في الكول as there is someone at the door، لان كان في حد واقف على الباب، فانا كنت مضطر اعمل ايه في المكالمة؟ اعلق المكالمة. give up يعني يستسلم، hang up يعني يعلق المكالمة، hand in يعني يسلم حاجة في ايده، blow up يعني يكبر حجم شيء، دي زي enlarge كده. would you pay your friend not the money؟ ممكن ترجع الفلوس، يبقى pay back. pay back your pay your friend back يعني ترجع الفلوس لزميلك تاني. everything finally not، كل حاجة في النهاية ايه؟ and I was over the moon، وانا كنت سعيد جدا. انت عارف ان كلمة take off معناها يقلع، الطائرة تقلع، ومعناها يخلع ملابسه، ومعناها يزدهر، زي كلمة flourish وزي كلمة spark بالظبط. و take off بالمناسبة معناها يقلد برضو، احفظ المعنى ده. طب turn up يعني علي الصوت، went on go on يعني يستمر، ومعناها يحدث. اتنين. طب work it out معناها الامور اتحلت، يبقى work out يعني حل مشكلة. فكل شيء، كل مشاكل الموجودة اتحلت، وانا بقيت سعيد جدا. I asked Rodina to turn the sound of the TVA but then it was much loud. الجملة 24 دي بقى فيها اللعبة الجامدة. الراجل عايز يقول حاجة بس هو ما قدرش يوضح في السياق يعني، بس انا هقول لك وعايز يقول لك ليه. I asked Rodina، طلبت من رودينا انها to turn the sound of the TV، انها تعمل ايه في صوت التلفزيون، بس بعد كده اكتشفت ان الصوت كان عالي جدا. يبقى انا طلبت منها انها تعلي الصوت شويه، بس اكتشفت انه عالي جدا. طيب ممكن واحد يفكر في حته ان انا قلت لها يا بنتي وطي الصوت فبعد كده لقيت الصوت عالي جدا، او قلت لها انها شغلي الصوت فلقيت الصوت عالي جدا، قلت لها طفي الصوت فلقيت الصوت عالي جدا. فانا شايف ان السؤال ده غير موافق في صياغته، ولكن بالمنطق بما انه قال لك ولكنني اكتشفت ان الصوت عالي جدا بعد ما طلبت انها تعلي شويه صغيرين يعني، فالمعنى المنطقي اب، بس السؤال غير موافق في صياغته بحقيقه الامر. The air hostess asked us to fasten our seat belts. Fast يعني سريع، لكن fasten معناها يربط. فالمضيفة في الطيارة طلبت ان احنا نربط حزام الامان. The plane was about to take، الطيارة على وشك ان تقلع، يبقى to take off. ركز، take off معناها يقلع، take off معناها يقلد شخصا. He takes off his father يعني بيقلد ابوه. take off معناها تقلع الطيارة، يبقى قلنا تقلع الطيارة ويقلد شخصا. و take off يعني يزدهر، و take off معناها يخلع ملابسه. I asked the petrol station attendant to، انا طلبت من الراجل اللي في البترول ستيشن انه يعمل ايه the tank with petrol. هنا بقى محتاجه وصفه ترجم الترجمه، الكلمات دي لانها ليها علاقه ببعض. fill in يعني يملا ببيانات. طب fill up معناها يملا حاجه بمثلا، على سبيل المثال نملا جرد الميه، نملا حله ميه، نملا طبق بالاكل، فدي fill up يعني يملا بماده، تمام. لكن fill in يملا بيانات، يملا معلومات. طيب fall off يعني يقع، وfall away يعني يسقط بعيدا يعني. فانا طلبت من الراجل بتاع المحطة ان هو يملا لي التانك بالوقود، يبقى fill up. I not the document to the manager in person، انا سلمت المستندات للمدير شخصيا، يبقى handed in. طيب انت عارف ان hand in يعني يسلم، لكن hand up hands up يعني hang up sorry معناها يعلق المكالمة او كده. طيب I found some money in the street and I am going to not to the police، انا لقيت فلوس في الشارع فانا هسلمها للبوليس، يبقى hand it in. طيب ليه مش هاند ان ات؟ قال لك اللي الفكره الهبله اللي قالوها يعني، ان لما يكون الفريزل فيرب او يكون المفعول سوري عباره عن حرف جر فنجيبه في النص، بس بقول لك اوعى تامن لحاجه زي كده، احفظ الفريزل فيربس وميزهم عن بعضهم، والامتحان ما بيكونش فيه سؤال فيهم معقد ابدا ما بيشطحش بخياله. يبقى هاند ات ان، ما ينفعش نقول هاند ان ات. الفكره ان حرف الجر لو المفعول عباره عن حرف جر نجيبه في النص. طيب لكن هو لو اسم اقول لك هاند ذا باج ان او هاند ان ذا باج عادي. تو سيت اوف معناها يبدا الرحله، معناها تو ليف او تو ستارت ا جيرني. اي هاف اوريدي انستولد ذا سوفت وير، انا ثبت السوفت وير. وي كان يوز ايه بدلا من انستول؟ بص يا باشا، انا قلت لك قبل كده ان كلمه انستول دي ليها معنيين، اولاني معناها يركب جهاز، التاني معناها يثبت برنامج. لو معناها يثبت فهتساوي سيت اب، طب لو معناها يركب جهاز يبقى هتساوي فيكس. شوف هي مين هنا كده، انا بالفعل ثبتت السوفت وير اللي هو البرنامج، يعني هنا هتساوي سيت اب، ادي سيت اب اللي هي رقم دي. طيب زي ذا بيبي هاز دروبت، الواد اوقع اتس توي، الواد اوقع الدميه. اي ويل، انا سالتقطها، يبقى بيك اب
يعني يلتقط. طب المفعول لو كانت دمية هنحطه في النص او في الاخر عادي، يعني بيك ذا توي اب او بيك اب ذا توي. طب لو احنا استخدمنا كلمة ات بدل الدمية، مفعول ضمير عبارة عن ضمير، فهنجيبه في النص، يبقى بيك ات اب لرقم بي. و بقول لك وي وود اونلي وي هاد اونلي ويتد ا ليتل وين هي تيرند. احنا استنينا، كنا استنينا فتره بسيطه جدا او فتره قليله جدا لحد ما هو تيرند اب، بمعنى ظهر او عاد. يبقى تيرن اب معناها تو كم باك او تو ابير او تو اريف ات ا بليس. طيب اي ووز شوكد، انا كنت مصدوم بيكوز اي didnt اكسبكت هيم تو تيرن نوت ماي ريكويست. انا كنت مصدوم لاني ما كنتش متوقع ابدا ان هو يرفض عرضي. طب يرفض يعني ايه يا عم الحاج؟ والله يرفض يا باشا، قدامك كلمه ديكلاين يعني يرفض، وقدامك ريفيوز يعني يرفض، وقدامك تيرن داون يعني يرفض، واظن احنا قلناهم 70,000 مره، فهي ناخد تيرن داون. This photo is small، الصوره دي صغيره فهي محتاجه ان احنا نكبرها. جيف اب يعني يستسلم، هانج اب يعني يعلق، هاند ان يعني يسلم. طب بلو اب معناها يكبر. على فكره ممكن نقول انلارجنج بدلا من بلوينج اب. فالفوتو دي سمول، احنا ات نيدز انلارجنج، تحتاج تكبير او ماكسمايزنج يعني. نبيل هيرت هيز البو، نبيل جرح الكوع بتاعه في التنس، ماتش التنس امبارح، واضطر ان هو اسك فور يطلب، جيف ان يستسلم، بلاج ان يطلب يشد الفيشه يوصل الفيشه، وباي باك يعني يستعيد الفلوس يرجع الفلوس. يبقى كده خدنا جيف ان. I had to not the application form with the personal data. انا اضطريت ان اعمل ايه في الابلكيشن فورم بالبيانات الشخصيه؟ انا اضطريت اني املا، بما ان كلمه فيل ان معناها يملا بيانات، وفيل اب معناها يملا حاجه بماده، زي يملا الجرد الميه زي ما قلنا يملا الوقود، يبقى فيل ان. ذا شوجر اي هاد ات هوم ران، السكر اللي عندي في البيت خلص وانا مضطر ان انزل اشتري. بص عندك ران اوت الشيء، ران اوت او احنا الشخص يعني، ران اوت of الشيء. عايز اقول لك ان احنا خلصنا سكر مثلا على سبيل المثال، يبقى اقول لك sugar ran out او we ran out of sugar، ومش لازم تبقى we يعني، خليك يعني فضفض كده. المهم السكر اللي في البيت، ها اللي في البيت، السكر اللي في البيت، السكر يعني بدأ بالشيء، فانت عايز ran out. I ran ايه؟ انا خلصت سكر، يبقى ran out of الشيء اهو اللي هو sugar، يبقى ran out of. I have invited all my friends، انا عزمت كل اصحابي الحفلة، but only a few of them، ولكن للأسف بعد ما عزمت كل اصدقائي القليل منهم ظهر. يبقى showed up، show up معناها to come to the. يبقى انت عندك turn up وعندك show up، الاثنين بنستخدمهم بمعنى يصل او يظهر. طيب جمل بقى كده فيها افكار على حته الفنيات بتاعت القاعده. A phrasal verb، الفريزال فيرب بتكون من ايه؟ بتكون يا باشا من فيرب وبعده حروف جر او بعده ظروف. طيب هنا بيقول لك تو فيربس، لا احنا قلنا هو فيرب واحد. A verb followed by one or two prepositions، اه فعلا. A transitive verb, an object and preposition. استنى كده لحظة علي. احنا قلنا الترانسيتيف ترانسيتيف وان ترانسيتيف، حلو. قلنا الفعل الترانسيتيف فيرب هو الفعل اللي محتاج مفعول، ده محتاج مفعول، ده بعده مفعول، وان ترانسيتيف لا ياتي بعده مفعول. الراجل هنا بقى عامل حتة حلوة خالص، بقول لك هو عبارة عن ترانسيتيف فيرب يعني فعل متعدي وobject ومفعول وبعدين preposition. هو ده تركيبة الفريزال فيرب؟ لا، هو الفريزال فيرب مش كده. الفريزال فيرب عبارة عن فعل بعد حرف جر أو حرفين جر. طب none of the above، لا يبقى احنا كده خدنا رقم بي. look forward to معناها ايه يا فندم؟ look يعني ينظر، وforward للأمام، وto يعني إلى. طب معناها على بعضها يتطلع إلى، المعنى اتغير؟ اه المعنى اتغير، يبقى ده فريزال فيرب رقم ايه على طول. طيب بعد كده The phrasal verb كلمة grow up يعني ينمو. لما أقول لك في الجملة أحمد ترعرع، أحمد كبرى، محتاج حاجة تاني؟ لا مش محتاج، يبقى ده intransitive. طب مش معنى قلت intransitive على ده؟ عشان زي ما أنا قلت لك إن intransitive لا يأتي بعد مفعول أهو. طيب بعد كده 43 Where is the object؟ هو المفعول بتاع intransitive مكانه فين؟ لا ركز ركز معايا كده وارجع تاني كده ورا. إحنا اتفقنا هنا قلنا إن intransitive لا يحتاج مفعول. الراجل في السؤال المخادع ده بيقول لك إيه بقى؟ مفعول، المفعول بتاع الانترانستيف ملوش مفعول يا ابني. It doesn't take an object، خد بالك. When you want to stop a call، لما تكون عايز توقف مكالمة، تعلق المكالمة يعني، يبقى اسمها hang up، يعلق المكالمة. طب we use not verbs، بنستخدم انهي افعال or pronouns after a verb to form phrasal verb؟ احنا بنستخدم كام فعل علشان نعمل phrasal verb؟ اكيد فعل واحد، يبقى one. نرجع نقرأ تاني كده كده، ده الراجل ده مخادع.
احنا بنستخدم ايه verb or noun after a verb. لا ضحك عليا ضحك عليا، ارجع تاني كده، لازم نكمل الجملة القراءة للآخر يا شباب. بقول لك احنا بنستخدم كام verb او ضمير بعد الفعل. لا ده انت بتستخدمش افعال تاني، يبقى انت كده بتقول نو. بص انت عندك الفريزل فيرب عبارة عن فيرب وبعدين برو بريبوزيشن وبعدين ادفيرب. حلو، طيب يعني كام فيرب؟ واحد بس. طب بعد الفعل ده بنستخدم فعل تاني؟ لا، يبقى كده نو. which of the following is not correct، ايه من دول مش صح؟ ركز معايا بقى عشان هنترجم. طيب اول واحدة the match ended when one of the two players give in to the other. خد بالك كلمة give ان يعني يستسلم، ركز give in يعني يستسلم. طب دي واحدة كده مظبوطة، the match ended when one of the two players gave in يعني واحد من اللعيبة استسلم، مظبوطة برضو. one of the two players gave to the other in، لا give in ده من ال unseparable phrasal verb، يعني ايه ال phrasal verbs اللي ما ينفعش نفصلها، وانا عايزك تحفظها ومش عايزك تشغل دماغك بيها اكتر من اللازم. احفظ بس ان give in ممكن تيجي على بعضها كده، give in ممكن تيجي على بعضها ونجيب بعدها مفعول او نجيبها من غير مفعول، بس ما ينفعش نحشر المفعول في النص بين جيف وبين ان. يبقى كده الراجل بيقول لك مين مش صح. اللي مش صح احنا قلنا الاولاني ده صح مظبوط، التاني ده صح مظبوط، التالتة دي اللي غلط، يبقى اللي مش صح هي رقم سي. طيب رقم 47 which of the following does not have a phrasal verb، ايه من دول ما فيهاش phrasal verb؟ يعني احنا لما نترجمها هنلاقي في حرف في فعل وبعد حرف جر، بس المعنى مش مظبوط، المعنى ما اتغيرش. اول واحده the charger is plugged in. طب تعالى نشوف plug in يوصل وplug off يعني يفصل، معنى كده انه بتغير، يبقى ده phrasal verb. طب she looked يعني نظرت، at يعني الى، look at يعني ينظر الى، يبقى ده not phrasal verb. طب the mobile is switched off يعني مطفي، و switched on شغال، و switched up متعلي، يبقى ده كده phrasal verb مادام بتغير. I knew that my PC had been left on متروك شغال و off مطفي، يبقى ده بقى phrasal verb مادام حرف الجر بيغيره. هو بيقول لك مين في دول مش phrasal verb؟ يبقى I looked at my sister. الجملة اللي بعدها I am going to pick my uncle up from the airport، أنا هألتقط عمي من المطار. ده معناها ان انا راح اقول له مع السلامه اودعه؟ لا. طيب ده معناها ان انا هاخد عمي من المطار من البيت الى المطار؟ لا، ده انت هتلتقطه من المطار، يعني هتروح تجيبه من المطار، هتروح المطار تجيبه. طيب meet my uncle at the airport and take him to another place، هي دي. ما هو بيك اب يلتقط شخصا من مكان، لما اقول لك بيك مي اب فروم سكول يعني تيجي تاخدني من المدرسه وتمشي، يبقى كده رقم سي اللي معناها اني اقابل شخص في المطار واخده اروحه. some people have problems while not studying، بقول لك بعض الناس عندهم مشاكل بينما هم يذاكرون، يبقى they are. طيب she lost not hope، هوب يا فندم ده اسم الاسماء المعنويه اللي ما ينفعش نستخدم قبلها ها ولا ان ولا ذا، يبقى she lost hope يعني فقدت الامل، lost hope. طب الجمله اللي بعدها my brother and I usually depend on، بص اخويا وانا يعني احنا اتنين، يبقى ourselves نعتمد على انفسنا، يبقى ourselves. امال لو كان قال لك my brother and سهى، اخويا هو وسهى بيعتمدوا على ذم سيلفس على انفسهم. اعتقد ان احنا كده خلصنا الجزئيه دي، خلصت الجزئيه دي. ان شاء الله الجزئيه اللي بعدها في دور بالترتيب في الجدول زي ما احنا متفقين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.